الحل في شتات الأمر. الدعاء اللهم إن اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. يعني الحور بعد الكور تشتت الأمر بعد اجتماعه، رأسك مكورة مربوطة بأمامها مكورة، الرأي قوي، حور يعني فكت العصابة التي كنت تعصب بها فتشتت الأمر. فالرسول كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. أحيانا يكون الرجل موفق ويجتمع عقله على رأي واحد، أما المزبزب المريض لا مزبزب مرض، تردد هذا مرض. ولذلك فإن الله سبحانه قال لنبيه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله.